جماعي، تمام. بالتالي المصدر اللي انت بتدرس منه او المصدر اللي انت بتفهم منه ما راح يفرق معنا، لانه عمالك بتحكي عن اشياء موجوده بكتب فاينانس. لما تكلمونا بنعمل لك سايلنت المره هاي. اليوم راح نحكي عن الفاينانشال ستيتمنت او عن الفاينانشال مانجمنت للبروجكت بشكل عام، لكن قبل ما نبلش نحكي عنهم راح نحكي عن بعض الشغلات as introduction، بعض الاشياء المهم انه احنا نعرفها as business students، نعرف بعض الاشياء قبل ما ندخل احنا بموضوع الفاينانشال مانجمنت. من اول الاشياء او من اول النقاط اللي احنا لازم نعرفها، لازم نعرف اول شيء الفورم اوف الفورمز اوف بزنس اورجانيزيشنز، بمعنى ايش هي الديفرنت بزنس مودلز اللي احنا ممكن as entrepreneurs or as small business owners كيف احنا ممكن نفتح بزنس جديد او ننشئ بزنس جديد. في عندنا mainly three different forms we can see in the business organizations. اول واحد من هالفورمز او المودلز اللي احنا بنسميه السول بروبرتي شيب، او الكلمه الثانيه اللي بنحكي عنه الانديفيديوال بزنس، البزنس اللي بيكون بمعنى اخر البزنس اللي بيكون مكتوب على اسمك، بزنس خاص فيك اسمك انت. النوع الثاني من المودلز او الفورمز للبزنس اورجانيزيشن في عندنا فورم البارتنرشيب اللي هي نظام الشراكه، اللي هو ما دام بنحكي عن شراكه فمعناته بنبلش نحكي عن شخصين فاكثر، اثنين او اكثر. والموديل الثالث اللي هو موديل الكوربوريشن، اللي هو الجزء الكوربوريشن اللي هو الجزء اللي تكلمنا عنه بالمحاضره الماضيه ولا قبل الماضيه لما كنا نحكي عن الفاميلي بزنس وعن الكوربوريشن، رايت؟ فلو بلشنا باول واحد بالبزنس بروبرتي شيب او الانديفيديوال بزنس، ايش هي المين كاركترستكس لهذا البزنس وايش بعض الحسنات، ايش بعض الحسنات والسيئات، بعض الادفانتجز والديس ادفانتجز لهالنوع من البزنس مودلز. اول شيء كتعريف، البزنس البروبرتي شيب السول بروبرتي شيب اتس ا بزنس اوند باي وان بيرسون. لاحظ حاطين لك عليه صوره مين؟ صورة مين الموجودة عندنا؟ سوبرمان هذا، بس شخص واحد منهم. فأنت يو ار ون مان شو، يو ار ذا هيرو اوف، يو ار الشو إلك، يعني أنت الملك الشو اللي موجود. هذا بزنس owned by one person. من الميزات اللي بتمتع فيها هذا البزنس وورد وايد إنه هذا سمبل تو استابلش. عملية الاستابلشمنت تبعته بتكون سهلة. كمان عملية الكنترول تبعته بتكون سهلة، it's owned by one person and it is controlled by this one person. في عنا tax advantages بالنسبة لهذا النوع من البزنس. كيف بتصير tax advantages؟ انه انت والبزنس واحد، فبالتالي مصدر البزنس هذا، خاصة اذا كان البزنس الوحيد عندك، فانت هذا البزنس بيكون عبارة عن بزنس دخلك ودخل البزنس هو واحد، بالنهاية انت والبزنس شخص واحد، فما بتدفع ضريبة مرتين، بتدفع ضريبة مرة واحدة. لكن لاحظ مع هاي الحسنات في بعض السيئات، مثلا انه اهم واحدة من السيئات انه owner the owner is personally liable، في عندنا personal liability من ناحية قانونية. زي ما حكينا بالتاكس انه انت والبزنس واحد فما بتدفع الا ضريبة واحدة، كمان من ناحية قانونية انت والبزنس واحد، فأي مشكلة بتصير على البزنس تتحول لمشكلة شخصية عندك انت كشخص. وبالمقابل اي مشكله شخصيه موجوده عندك انت شخص، عندك مشكله شخصيه خارج اطار البزنس تنعكس على تول امباكت البزنس اللي انت موجود بداخله. كمان عندنا مشكله بهذا النوع من البزنسز، عمليه الفاينانس لهذا البزنس بتكون صعبه، تحتاج ل سكيورتيز اكثر. لما حدا يكون عنده انديفيديوال بزنس وبده يروح ياخذ قرض من البنك مثلا، هذا بيحتاج الى توثيق اكثر، وحتى لما يقرروا بيحتاج انه يحط اشياء، يعني شو بسموها الاشياء اللي بتحطها بالبنك، ضمانات اكثر، بيحتاج انه يحط ضمانات اكثر بالبنك حتى يقدر يعطوه القرض. وحتى بالنهايه لما ياخذ قرض البرسنتج سعر الفائده
البرسنتج اللي باخذ فيها بتكون عاليه مقارنه مع الاذر تايب اوف الاذر تايبس اوف بزنسز. تمام، هاي بعض الكاركترستكس واهم الحسنات والسيئات اللي موجوده بهذا النوع من البزنس اللي هو اللي سميناه الانديفيديوال بزنس او السول بروبرتي. البزنس موديل الثاني اللي هو بزنس بنسميه البارتنرشيب، يعني من ناحيه الاز موديل ومن ناحيه القانون بنسميه البارتنرشيب اللي هو نظام الشراكه. نظام الشراكه بيكون عباره عن تو اور مور اونرز بهالبزنس. طبعا النسب ممكن تكون النسب متساويه وممكن تكون النسب مختلفه، يعني ممكن نقسم البزنس ل 100%، ممكن اذا كان عندنا تو بارتنرز كل حدا يكون عنده 50% الاتفاق اللي بينهم، وممكن تكون النسب تفارز حسب الاتفاق اللي موجود بينهم. كمان هذا النوع من البزنسز اتس ايزي اند سمبل تو استابليش من ناحيه الكنترول، لانه لك شريك فهذا بيكون في عندنا شيرد كنترول. شيرد كنترول طبعا بتتبع للاتفاق حسب الاتفاق اللي موجود مين مسؤول عن شو داخل البزنس. وبيمتاز هذا البزنس كمان انه بيكون عندنا سنس انه صار عندنا اكثر من حدا اون اند كنترول البزنس اللي موجود، بيكون في عندنا نوع من انواع اللي بنسميه البرادر سكيلز اند ريسورسز. عندنا اكثر عندنا خبرات اكثر من خبره شخص واحد، عندنا خبره شخصين او اكثر او بحسب عدد الشركاء اللي موجودين بداخل. كمان هذا النوع من البزنس بتمتع بالتاكس ادفانتجز، بحيث انه الاشخاص اللي موجودين داخل هذا البزنس يتم التعامل معهم زي البزنس السول اونرشيب او السول بروبرتيشيب، انه هذول الناس هم البزنس والبزنس يعني هم الاشخاص الموجودين سيم لايك لما يكون اونر واحد. البزنس هو الشخص والشخص هو البزنس، هون بيكونوا الشركاء هم البزنس والبزنس هو مجموعه الشركاء الموجودين. فطريقة دفع الضريبة تبعتهم بتكون بيدفعوا الضريبة مرة واحدة فقط. تمام؟ لكن كمان في عندنا مشكلة بهذا النوع من البزنس same like the individual business، في عندنا personal liability. بهي الحالة كمان بحالة البارتنرشيب ترتفع الريسك بالبيرسونال liability، بيكون الريسك تبعها أعلى لأنه في عدد أكبر من الشركاء، أكثر من واحد موجود، اثنين أو ثلاثة أو أربعة. فأي حدا عنده مشكلة خارج إطار العمل تنعكس على العمل، فعندنا مشاكل دائما بالبيرسونال لايبيليتي، إنه مسؤولين شخصيا عن هذا البزنس. Any question so far؟ واضح دكتور. هذا ملخص بسيط سريع لإيش؟ للسول بروبرتي شيب والبارتنر شيب. الموديل الثالث اللي هو موديل الكوربوريشن، وهذا الكوربوريشن حكيتوا عنه أنتم كثير، رايت؟ قبل chapter مش الماضي اللي قبله. لاحظ الكوربوريشن اللي نتعامل معها، الكوربوريشن اللي عباره عن سبريت، اهم ما يميز الكوربوريشن اتس سبريت ليجل انتيتي اوند باي ستوك هولدرز. شو ايش بتعني لنا هاي الجمله؟ بتعني لنا انه ما عندنا بيرسونال لايبيليتي فور يو از ا ستيك هولد از ا ستوك هولدر ان ذا كوربوريشن. يعني اذا صار مشكله على الكوربوريشن ما بيلاحقوك انت كشخص على املاكك الشخصيه. Same thing لما يكون عندك مشكلة شخصية لا يتم ملاحقة الكوربوريشن على المشاكل الشخصية الموجودة عند الستوك هولد. تمتاز هذا النوع من البزنس موديل easy to transfer الاونرشيب. كيف عملية الايزنس بتتم؟ بتتم انه في عندي اسهم، تطرح الاسهم الموجودة عندك في السوق المالي، قررت تبيعهم تنهي علاقتك مع الكوربوريشن. تمتاز هذا النوع من البزنس موديل بيكون في عندنا greater capital raising potential. بوتنشال حتى نعمل ريزنج للكابيتال عالي بسبب كثره الاسهم الموجوده، عدد الاسهم اللي موجوده وعدد الاسهم اللي احنا بنقدر نبيعها. متى ما بعناها بالسوق المالي وي ويل تيك كابيتال، والكابيتال اللي بنقدر نستخدمها للعمليات الديفلوبمنت والامبروفمنت للبزنسز. عندنا لاور ليجل لايبيليتي بسبب انه بنتعامل معها سيبريت مش زي النظامين السابقين. نتعامل معها انه الكوربوريشن يتم التعامل معها از سبريت انتيتي، طبعا الا في بعض القوانين الخاصه او بعض الجرائم الخاصه لاشخاص ممكن يكونوا ستوك هولدرز، جرائم خاصه جدا انه يكون فيها تعمد ويكون في علم للشركه باعمال الستوك هولدر وانه ما اتخذوا اجراءات،
ممكن ان يتم ملاحقه الكوربوريشن، لكن هي جرائم محدوده جدا بالقانون اللي بسموه اللي يتم فيها ملاحقه الكوربوريشن اللي بيكون عليها لايبيلتي. كمان عندنا بالكوربوريشن لاحظ هناك حكينا في عندنا تاكس ادفانتجز، في عندنا هون العكس تماما بالكوربوريشن، او في اغلب انواع الكوربوريشن بيكون عندنا انفيفربل تاكس تريتمنت، بمعنى انه احنا بندفع ضريبه غالبا لما نكون احنا اونرز بشركات او ستوك هولدرز على نظام الكوربوريشن، احنا بندفع ضريبه مرتين، مره بندفع ضريبه على الارباح الشركه، ولما يتم توزيعها للمساهمين المختلفين كل حدا باخذ الشير او حصته من الارباح تنضاف للدخل اللي موجود عنده اصلا وبرجع بدفع عليها ضريبه مره ثانيه. تمام؟ يعني في عندنا دبل تاكسيشن بصير عندنا بالكوربوريشن. اضافه ل كثير احنا ماخذين ابسط الامور يعني او ابسط الشغلات او ابسط التعريفات اللي موجوده لابسط التعريفات والعوامل الحسنات والسيئات. في طبعا غيرهم كثير ممكن تطلع باشياء كثير حسنات وسيئات لكل واحد من هالبزنس مودلز الموجود. اني كويستشن على الثري بزنس مودلز؟ واضحين؟ واضحين دكتور. هلا ننتقل لموضوع الفاينانشال ستيتمنت، الفاينانشال مانجمنت او الفاينانشال ستيتمنت بشكل عام. لما نحكي عن الفاينانشال انفورميشن بشكل عام بي انسايد اني اورجانيزيشن، وذر هاي الاورجانيزيشن كانت انديفيديوال، كانت بارتنرشيب او كانت كوربوريشن. اول شيء بدنا نتعرف على اليوزرز اوف ذا فاينانشال انفورميشن. مين هم الناس اللي بيستخدموا الفاينانشال انفورميشن؟ او ممكن نسأل عنهم بطريقة ثانية، مين هم الناس اللي بهمنا إنه إحنا نزودهم أو بيكون ضمن اهتماماتهم إنه نزودهم financial information؟ في عنا نوعين من، خليني أسميهم نوعين من الكاستمرز، نوعين من الكاستمرز اللي لو أنا بشتغل financial department بيكون لازم أزود هالنوعين من الكاستمر، أزودهم بمعلومات عن وضع الشركة أو وضع المؤسسة المالية. اول جزء او اول قسم من او اول كاستمر من هالكاستمرز اللي انا بزودهم بالمعلومات هم عباره عن الانترنال يوزرز، الناس اللي بيكونوا انترنالي موجودين داخل الشركه، اللي هم ممكن يكونوا المانجرز who are doing the planning organization and running the business، والمانجرز بانواعهم بهمهم يعرفوا financial information عن الشركه، الماركتنج مانجرز بهمهم يعرفوا وضع الشركه المالي حتى يقدر يحددوا قديش بيقدروا يصرفوا على الكامبينز تبعوهم، البرودكشن سوبرفايزر او البرودكشن مانجرز، فاينانس دايركتورز، الكمباني اوفيسرز ان جنرال بحبوا يعرفوا دائما، لازم يكونوا عارفين وضع الشركه المالي، وضع الشركه المالي بيساعدهم دائما باتخاذ القرارات الجيده على الاقل، انه ياخذ قرار جيد بما يتناسب مع وضع الشركه المالي. هلا ليش هدول الناس الانترنال يوزرز اللي سميناهم انترنال يوزرز؟ شو نوع المعلومات المالية اللي بيسألوا عنها بالعالم؟ شو الأشياء اللي بتهمهم يسألوا عنها؟ كل شيء بهمهم يسألوا عنها أو كل شيء لازم يعطيهم إياه المعلومات؟ أكيد لا. في معلومات محددة، في معلومات محددة بيلزمهم إنهم يعرفوا، معلومات مالية محددة بيلزمهم إنهم يعرفوها. مثلا لما أطلع على سؤال، إذا حدا سألني is cash sufficient to pay the bills؟ في عندي كاش انفت اني ادفع فواتير المؤسسه اللي موجوده، طبعا الفواتير تضمن رواتب الموظفين اللي موجودين، الكهرباء، الانترنت، الضرائب المتعدده اللي موجوده، التامين على الشركه، التامين الصحي. مين بيلزمه هاي المعلومه؟ دائما بيلزم هاي المعلومه بتلزم انها تكون موجوده عند الشخص اللي بيدفع الفواتير، الشخص المسؤول عن دفع الفواتير للشركه او المانجر اللي مسؤول عن دفع الفواتير للشركه اللي بوقع على شيكات الشركه، بيلزمه دائما يعرف هاي المعلومه، لانه ليس من الصحيح انك تكتب تشيك معين او تعطي اوردر بدفع فاتوره معينه وهي الفاتوره ما يكون لها رصيد بالبنك، ما يكون عندك رصيد يغطي هاي الفاتوره. فهذا اول نوع، لاحظ اول معلومه من المعلومات اللي بنطلع عليها انه بنشوف انه الناس الانترنال يوزرز بهمهم يعرفوا هاي المعلومه، في عندنا كاش انف تو بي ذا بيلز، الاوبريشنز الديلي اوبريشن اللي موجوده عندنا، في عندنا انف كاش تو سبورت ولا لا؟ في ناس اخرين موجودين بهمهم يعرفوا الكوست بير يونت. احنا عمالنا بننتج او بنشتغل بانتاج قطع معينه في برودكشن معين،
لكن انا بهمني اعرف قديش الكوست بير يونت، فبلزمني فاينانشال انفورميشن اعرف قديش هي اليونت، قديش شريناها، قديش عمليه النقل كلفت، قديش عمليه الاستورج كلفت، قديش عمليه البروسيسنج عمليه الانتاج قديش كلفت، قديش بدنا نحط عليها رواتب موظفين اللي هي فاريبل كوست، قديش لازم احط عليها فيكس كوست حتى اطلع بسعر القطعه قديش كلفتني القطعه، وبالتالي حتى اقدر اعملها اقدر اوضع لها البرايس المناسب بحسب مارجن الربح اللي انا بشتغل عليه بالشركه. تمام؟ هلا في عندي حدا ثاني بهمه معلومه انه بده يعرف وضع الشركه المالي حتى الموظفين اللي عنده ايش؟ ما يتركوا الشغل، هذا اولا، ما يعملوا سترايكس ويعملوا مشاكل داخل الشركه، بهمه يعرف بعض المعلومات الماليه عن الشركه حتى يقدر يعرف انه ار وي ميكينج انف ماني انف بروفيت، بنقدر ندفع رواتب الموظفين ولا لا. تمام؟ كمان الانترنال يوزرز من الاشياء المهمه عندهم بحب يعرف اذا كانت الشركه اللي احنا موجودين فيها، المؤسسه اللي احنا فيها تنتج اكثر من نوع من البرودكتس، اكثر من برودكت واحد، بهمنا نعرف انه ايش؟ بهمنا نعرف مين هو البرودكت اللي بحقق لنا اكثر ارباح، مين هو البرودكت اللي بربح عندنا اكثر من البرودكتس الاخرى، حتى نركز على هذا البرودكت، حتى نعمل له كامبين اكثر او اقل، نحدد. في ناس بهمهم هاي المعلومه. لاحظ انه كل سؤال من هاي الاسئله ايش بتضمن؟ كلهم بيسالوا عن اشياء ماليه، رايك معلومات ماليه، انفورميشن، فاينانشال انفورميشن، لكن كل حدا الانفورميشن اللي بيسال عنها مختلفه عن الاخر. كلهم بيسالوا عن اشياء ماليه، لكن كل واحد له اهتمامات معينه باهتمامات معينه او ارقام معينه بهالجوانب الماليه الموجوده. تمام؟ اني كومنت هلا. النوع الثاني من الناس اللي بيلزمهم معلومات ماليه عن الشركه، بهمهم يعرفوا وضعنا المالي، اللي بنسميهم الاكسترنال كاستمرز، اللي هم نوع اللي هم عباره عن ستيك هولدرز هم اصلا بالاورجنايزيشن، لكن هذول الناس كمان بهمهم يعرفوا معلومات عن الشركه. مثل مين؟ بعض الانفسترز اللي عندنا، اذا حدا بده يعمل انفست، اف سم ون وان تو انفست ماني ان ار كمباني، يشتري اسهم بالشركه تبعتنا، بهمه يعرف الوضع المالي تبعنا، بهمه يعرف قديش احنا مستقرين ولا غير مستقرين، بنربح ما بنربح، بهمه يعرف الريبيوتيشن تبعتنا بالماركت، قديش ربحنا السنه الماضيه اللي قبلها، بهمه يعرف هاي المعلومات، فلازم نوفر له معلومات ماليه لهذا الانفستر تو انكرج هيم تو انفست ان ار فير. كمان بهمنا الكريديتورز المختلفين، بهمهم يعرفوا وضعنا المالي، بالعكس بطلب وضعنا المالي بدقه. كمان عندنا اخرين بهمهم يعرفوا وضعنا المالي، زي الريجوليتور ايجنسيز اللي هي المصالح المختلفه الحكوميه، الضرائب، غرف التجاره، غرف الصناعه، الناس اللي بينظموا الاعمال التجاريه والصناعيه داخل البلد. اكيد الضرائب كمان بهمهم يعرفوا، اهم ناس بهمهم يعرفوا وضعنا المالي، وبهمهم يعرفوا انه احنا بنربح او بنخسر او ايش اللي عماله بنعمله احنا، العمليات اللي احنا بنعملها داخل الشركه. كمان الكاستمرز تبعوني، اذا انا كاستمر بشركه معينه، خاصه لما اكون بزنس كاستمر او اكون حتى انديفيديوال كاستمر، لكن الشيء اللي بشتريه من هاي الشركه هو شيء انا مشتريه راح يكون معي لمده 5 أو 10 سنوات، فانا عامل انفستمنت مع هاي الشركه، بمجرد اني انا بدي اعمل انفستمنت بهاي الشركه اني انا بدي اي ونت باي ذير برودكتس، والبرودكت تبعهم بده يكون عندي لخمس او 10 سنوات، بهمني ان يكون هاي الشركه ستيبل فاينانشلي ستيبل. واي؟ بديهم يضلوا مستمرين، راح يعطوني ورنتي، فبهمني هاي الورنتي يكونوا موجودين ان كيس انه something happened to the product that I bought from this company. Labor unions اللي هي شو هم اليونيونز اللي هي تبعون العمال، هذول ايش بنسميهم؟ اتحادات عمالية. اتحادات العمال. بهمهم يعرفوا وضع الشركة المالي، واي؟ العمال إذا كانوا بدهم يعملوا سترايك معين أو يطلبوا رفع رواتب، إذا كنت أنت عندك كلير انفورميشن موصلها لليونيونز اللي انت تابع له، الموظفين تبعونك تابعين له، انه احنا الوضع صعب او الوضع الاقتصادي صعب وما عمالنا بنربح، فما راح نقدر ندفع الرواتب هاي السنه مثلا، او ما راح نرفع الرواتب، عاملين ستوب على الريزز اللي موجودين. اذا فهموك اليونيون ما بيسمحوا للموظفين اللي عندهم يعملوا سترايكس. تمام؟ فلازم دائما يكون في عندنا علاقات جيده، ويكون في عندنا نوع من انواع الشفافيه بالتعامل مع اليونيونز، لانه هذول اليونيونز ممكن يعملوا لنا، ممكن يسببوا مشاكل اذا كانوا قويين للبزنسز اللي احنا موجودين داخل.
كمان مين بهمه يعرف من حدا اكسترنال، وهمه يعرف معلومات مالية عن شركتنا؟ الايكونوميك بلانرز، الناس اللي بيخططوا للايكونومي بالبلد بشكل عام، هذول بهمهم يعرفوا معلومات حتى يعرفوا قديش احنا راح نقدم للاقتصاد الوطني اللي احنا موجودين فيه او لاقتصاد المدينة، وبناء عليه هم ايش ممكن يقدروا يعملوا از حكومات او از بابليك سيرفيسز، شو ممكن يزودونا بابليك سيرفيسز مقابل الاشياء الجيدة اللي احنا عمالنا بنعملها بالاقتصاد. طبعا طبيعة الاسئلة نفس الشيء، في عندهم اسئلة معينة هم بيدققوا عليها الاكسترنال يوزرز. من بعض الاسئلة مثلا بحبوا يعرفوا مثلا are we earning enough؟ هلا احنا بنعمل ارباح بما فيه الكفاية ولا لا؟ وهذا سؤال بهم مين دائما؟ بهم الناس الانفسترز. لاحظ هذا الرسم تبعتنا معطيتنا خط تصاعدي وسهم اخضر انه بيرتفع، هذول الناس عمالهم مبسوطين على الارتفاع. هذا نوع من الناس اللي موجودين، الناس اللي بيشتروا عندنا شيرز واسهم، بهمهم انه يعرفوا اذا احنا وي ار ايرننج انف، معناته انه ارباحنا عاليه، معناته انه راح يضمن دخل له من وراء استثماره بالاسهم تبعتنا. كمان ايش؟ بهم الكريديتورز يعرفوا اذا وي ار ايرننج انف، معناته اذا اخذنا قرض نقدر نسدد، نقدر نسدد هذا القرض على دفعات، على سنه او على سنتين او على خمسه او على 10 سنوات اذا اعطونا هذا القرض. كمان في عندنا شو؟ في عندنا ناس من الاكسترنال يوزرز، الناس اللي بيقارنونا ببزنسز اخرين، اللي هو مين اللي بتطلع على موضوع الانفسترز. انفسترز لما يجي يعمل انفستمنت معك بشركتك دائما بيقارنك بالكومبيتيتورز، ارباحك بالكومبيتيتورز، حجمك بالماركت وارباحك مقارنه بالناس الشبيهين لك بالاندستري، الناس اللي اكبر منك والناس اللي اصغر منك والناس المساويين لك. كمان بهم هاي المعلومه مين؟ دائرة الضرائب. ما بيصير ان يكون لك انت مثلا 20% من الماركت شير وغيرك له 10% ماركت شير، وابو ال 10% بيربح اكثر منك وبيدفع ضرائب اكثر منك. بهمهم هاي المعلومه انه هاو they can compare you to the competitors. كمان في معلومه مهمه للناس اللي بيكون لهم بيلز عندنا، سواء كانوا سبلايرز او كانوا موجودين على التشين تبعتنا على الفاليو تشين او كانوا كريديتورز، بهمهم معلومة انه توفر لهم هاي المعلومة انه هل انت قادر على دفع الفواتير عندما يحين وقتك، الديو ديت تبع هاي الفاتورة راح يكون عندك فلوس ولا لا. بهمهم يعرفوا الريبيوتيشن تبعتك، الكريدت هيستوري للشركة تبعتك، انك انت بتتأخر بدفع الفواتير ولا ما بتتأخر بدفع الفواتير. تمام؟ هذا بعض الايش؟ الاستخدامات، internal users و external users، وكل حدا له ايش بيكون؟ في له مصلحة معينة او في اسئلة معينة او معلومات معينه بيلزموا انه يحصل عليها حتى يقدر يشوف او حتى يقدر يتعامل معك داخل هذا البزنس. Any question so far؟ لا دكتور، واضح لحد الان. دكتور بس هو سؤال الكاستمر، احنا بنقدر نكون احنا كمان كاستمر وبنشوف يعني اذا في حدا بيطلب من عندنا كشف حساب، ممكن مثلا زي المؤجر يعني برا مش بالأردن، يعني برا بيطلبوا كشف حساب إنه هذا الشخص إذا إجا يأجر بيت هل بيقدر يسدد الإيجار الشهري ولا لا، فيكون كشف الحساب نوع من الضمان إنه بيقدر يأجر ولا لا. وبرا صراحة بيتعاملوا بغير كشف الحساب، بيتعاملوا بالكريدت هيستوري. الكريدت أيوة. هذا إشي اسمه الكريدت هيستوري لكل على الرقم الوطني اللي موجود عنده، بيكون مع الزمن الكريدت هيستوري. إيش هو الكريدت هيستوري؟ اللي هو كيف أنت بتتعامل مالياً مع الناس بشكل عام، كله بتسجل. فهل أنت مثلاً اشتريت سيارة دفعات ودفعتك كانت بخمس الشهر، دفعتك كانت على خمس سنين، كنت تلتزم وأنه دائماً تسدد بخمس الشهر؟ طبعاً كل ما كان تسديدك بخمس الشهر أو قبل خمس الشهر على مسافة الخمس سنوات، هذا بيعمل ايش؟ ريز بالكريدت سكور تبعك، بيرفع الكريدت سكور تبعك. يعني هذا بيعطي للناس ايديا، بيعطيك ريبيوتيشن انك انت شخص كوميتد ملتزم. لكن اذا شخص متعود انه يتاخر بدفعاته، هذا بيعمل لاورن، بيعمل عليه يعني زي نقاط حمراء، يعني كويشن ماركس عليه بيكون. وقيس هذا على ايش؟ على دفع فاتوره الكهرباء، فاتوره المي، فاتوره الانترنت مثلا، ايجار البيت. لما تيجي تستاجر بيت برا بيعمل تشيك على الكريدت هيستوري، بيشوف تاريخك،
تاريخ اللي عندك الهيستوري. هلا كثير من الناس اذا شاف عندك باد كريدت هيستوري بمعنى انه انت ما بتدفع او بتتاخر بالدفع اصلا بيرفضوا انه ياجرك. دكتور ممكن ياخذ لنا اعلى يعني أو حتى يضمن انه الحل الثاني ايش بيكون عنده؟ انه باخذ منك ايش اللي بنسميه هون سلف، يعني بدفعك 6 اشهر مقدما، بصير ياخذ منك 6 اشهر مقدما دفعك، يعني باخذ منك مبلغ معين بخليه ضمان عنده. طيب ضمان تمام، بيحجز جزء من الفلوس تبعتك 1000 2000 3 هذول بخليهم عنده ان كيس انك انت تاخرت وان تايم، انك تتاخر بخصم منه، بيكون زي ضمان لانه مش ما عنده ثقه فيه. طبعا هذا الكريدت هيستوري مهم، زي ما في كريدت هيستوري للبني ادمين العاديين للانديفيديوال، كمان في للبزنسز في لهم كريدت هيستوري. هذا الكريدت هيستوري بيساعد لما انت تيجي تاخذ قرض، اذا عندك جود كريدت هيستوري ما بيلزمك كفيل، تقدر تاخذ قرض وبدون كفيل وبدون مشاكل، بدون وقت طويل، يعني بوقت قصير بتاخذ الكريدت از ا بزنس اور از انديفيديوال. لما يكون عندك باد كريدت هيستوري، باد كريدت هيستوري اذا قرروا انهم يعطوك بيكون البرسنتج الانترست عاليه جدا لانه الريسك تبعك عالي، كمان بيطلبوا منك ضمانات وبيطلبوا منك كفلاء، بيطلبوا منك حدا يجي يكفلك ب يكفلك بهذا القرض، حدا يكون عنده جود كريدت هيستوري انه يضمن. تمام. هلا نمبر 3 بوينت يعني السكشن الثالث خلينا نحكي او النقطه الثالثه اللي بدنا نتعرف عليها، وهي مهمه طبعا لايش راح نرجع لها كمان مره لما نحكي عن الكاش فلو ستيتمنت، اللي هي التايب اوف تايبس اوف بزنس اكتيفيتيز. في عندنا 3 مين اكتيفيتيز بنقوم فيها احنا في البزنسز بشكل عام، بنقوم باوبريتنج اكتيفيتي اللي هي الاكتيفيتي النشاط التشغيلي بنسميه نشاط تشغيلي، اللي هو بيعتمد على الديلي اوبريشنز اللي احنا بنقوم فيها. وطبعا الديلي اوبريشن هاي بيكون لازمها كاش دائما، بيكون لازمها اوبريشنال كاش بنسميه، اللي هو الكاش اللي احنا بنستخدمه للديلي اوبريشن. في عندنا انفستنج اكتيفيتيز، انفستنج اكتيفيتيز اللي هي عمليات استثمار، كيف البزنس ممكن يستثمر. ابسط شيء انه بزنس بدل ما يكون مستاجر المكان تبعه ممكن يعمل انفستمنت، يشتري ارض ويبني عليها مبنى ويبطل يدفع ايجار ويأجر نفسه، البزنس يستثمر لكن يتعامل مع حاله انه هو مأجر نفسه لحد ما يوصل لمرحله انه ايش الايجار اللي دفعه يكون مساوي للكوست اللي دفعها بسعر الارض والبنى اللي عليها، وبعدها بيكون عباره عن ايش، بيكون استخدام المكان للبزنس، يعني للبزنس لما نتطلع عليه بيكون فور فري تقريبا، بيكون يستخدموه فور فري، يعني ما بيكون بدفع ثمن الرنت للبزنس اللي موجود بداخله. كمان في عندنا الفاينانسنج اكتيفيتيز اللي هي الاشياء اللي بتتعلق بايش، الفاينانسنج اكتيفيتيز اللي هي عباره عن العمليات اللي تعتمد على الكريدتس اللي احنا ممكن ناخذها من البنوك المختلفه او من السبلايرز المختلفين، سواء كنا بناخذ كريدت لشورت تيرم او الكريدت اللي احنا بناخذه للونج تيرم. تمام، هذول ثلاث انواع مختلفه من الاكتيفيتيز راح نرجع عليهم، راح نرجع عليهم كمان مره واحنا بنحكي عن الكاش فلو ستيتمنت. فلاحظ انه بعض الاكتيفيتيز اللي هي اللي بتشملها الفاينانسنج اكتيفيتيز اشياء مين اللي بتتعلق بايش، بتتعلق بالبرون، والبرون دائما لما انت تتداين، اي مره انت بتتداين او بيكون عليك دين، this will create liability على البزنس، بغض النظر It's a liability. عبارة عن liability على البزنس اللي احنا موجودين فيه، سواء كان بنك لون او كنا عاملين debt securities بايعين securities او حتى عمليات الشراء المختلفة اللي احنا بنشتريها goods on credit or payable، اللي بنشتريه مثلا على الدين، بنشتري شيء على الدين احيانا بيكون ندفع عليه فائدة بس الفائدة تبعتنا بتكون بيننا وبين السبلايرز، واحيانا ما بيكون عليه فائدة، بيكون just شو بنسميه نظام الفاتوره. نظام الفاتوره اللي انت بتدفع من فاتوره لفاتوره، يعني بتنزل بضاعه اليوم ب 1000، الاسبوع الجاي بتنزل ب 2000، بتدفع ال 1000 اللي عليك بتصير مديون ب 2000. الاسبوع اللي وراه بتنزل ب 500، بتدفع ال 2000 بتاخذ ب 500. تمام، هي انظمه مختلفه للبرو. هلا نوع اخر من الفاينانسنج اكتيفيتيز لما احنا نبيع ستوك. لاحظ هدول اي مره بنعمل برون احنا بكون عندنا لايبيليتي دين علينا، رايت؟
لما يكون في عندنا ستوك والستوك تبعنا احنا نبيعه بالماركت هذا ايش بيعملنا لما نبيع ستوك؟ الستوك اتس اون باي ذا ستوك هولدرز رايت؟ لما نبيعه المفروض انه نرجع الفلوس تبعته لمين؟ نرجع الفلوس تبعته للستوك هولدرز، نرجع لهم راس مالهم. هلا اذا ما رجعنا لهم راس مالهم وهذا اللي بيصير بالشركات ما بنرجع لهم راس مالهم، بنخلي هذا الرصيد موجود بالشركه، هذا اللي بنسميه الستوك هولدر ايكويتي، بصير عندنا ايكويتي داخل البزنس، والايكويتي جايه من وين؟ جايه من وراء سيلينج الستوكس اللي موجوده بالبزنس. بعض الانفستنج اكتيفيتيز لاحظ اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن obtaining resources or assets to operate the business، مثل انه نشتري لاند، نعمر بيلدينج، نشتري سيارات، كمبيوتر، فرنتشر، هذا كله عباره عن assets نعتبرها في مدار الاسيتس، واحنا بنعتبرها ايش؟ انفستمنت، انه احنا وي ار انفستنج ان باينج ذوز equipment or buying those vehicles او buying land للفيرم اللي احنا موجودين فيه. طبعا هاي الاسيتس بتعطينا ميزات انه الاسيتس ديبريشيتد اوفر ذا تايم، كيف بنقدر نحصل على او بنرجع الاسيتس اللي احنا دفعناها بالبزنس، انه احنا بنعملها عمليه في كل اسيت بنشتريها في لها سنوات معينه بنعمل عليها ديبريشيشن، نخصمها من ارباح السنوات القادمه. في بعض الاشياء مثلا بيكون الديبريشيشن عليها بعض الاسيتس ديبريشيشن عليها 20 سنه، في بعض الاشياء بيكون في عليها ديبريشيشن 3 سنوات او 5 سنوات، فمن ارباح السنوات القادمه احنا بنخصم الاشياء بنستفيد منها، لكن القيمه اللي دفعناها عليها بنعملها ديبريشيشن، ما بندفع عليها ضريبه يعني بمعنى اخر. هذا بنخصمه قبل ما ندفع الضرائب الديبريشيشن. Any question؟ واضح هذا الانفستنج اكتيفيتي؟ تمام دكتور. غير أريج، ما عندنا غير أريج باقيين موجودين. تمام دكتور، تمام. تمام دكتور. يس واضح. اخر اكتيفيتي من الاكتيفيتيز اللي هي الاكتيفيتي اللي مسمينها اياه واللي بنسميه الاوبريتنج اكتيفيتيز، اللي هي اللي بتتعلق بالاكتيفيتيز اللي احنا بنقوم فيها اون ديلي بيسز، اللي هي عمليات السيلينج الجودز او السيرفيسز، عمليات المانيفاكتشرنج، الكوست اوف سيلز، الادفرتايزمنت، بينج الامبلويز، بينج اليوتيليتيز، هي عباره عن ايش؟ اوبريتنج اكتيفيتيز، اللي هي عباره عن انشطه تشغيليه للفيرم اللي احنا موجودين بداخلها. طبعا بيلزمها لكل نوع من الاكتيفيتيز السابقه، لاحظ انه في كاش مرتبط فيها رايت؟ في كاش مرتبط بالانفستمنت، كاش مرتبط بالفاينانسنج، وفي كاش مرتبط بالاوبريتنج، الاوبريتنج كاش. اغلب المشاكل اللي بتصير عندنا بالسمول بزنسز او مع الناس اللي سمول بزنسز بلس انه ما يكون عندنا خبره، تتوقعوا باي نوع من الاكتيفيتيز بيكون عنده مشاكل؟ providing services، اي نوع من الاكتيفيتيز اللي بيكون بالاوبريتنج ولا بالفاينانسنج ولا الانفستمنت بيكون عنده مشاكل؟ اوبريتنج دكتور. صحيح، اغلبهم بيكون عندهم مشاكل بالاوبريشن كاش، الاوبريشنال كاش. يعني كثير بتشوف حدا صاحب بزنس تحكي ولد عنده كل هالبزنس، مثلا عنده بزنس كبير وعنده موظفين، اساله دايني 1000 دينار بحلف لك 100 يمين انه ما معه، صح؟ شوفوا هذا اكيد عندكم اقارب عندهم بزنس. دكتور هي عاده بتحسها اكثر. كيف؟ بتحسها عاده عند الشعب اكثر، مش من موضوع انه ما هوش مصاري. لا لا، هي صدق انه هذا مش عادل، مش عادل بقدر ما هي حقيقه. بيكون عنده املاك وعنده اشياء راح تجي بعد اسبوع او اسبوعين، بس هلا ما معه 2000 دينار، ما معه 1000 او 2000 دينار كاش. ولذلك بتشوف انه اذا بحثت اكثر ودخلت بخصوصياته اكثر، لو تروح عنده على الشركه راح تلاقيه مش بجوز الموظفين اللي عنده مش معطيهم رواتب، ماجلهم الاسبوع اللي وراه. واذا حدا فيكم بيشتغل عند انديفيديوالز بتشوف هذا الشيء دائما، بيجي موعد الراتب وما بيقبضك الراتب، بيحكي لك الاسبوع الجاي. بكون يستنى فاتوره تجي. ورقيا، نظريا ورقيا معه فلوس، فعليا ما في فلوس. هذا بيكون عنده مشاكل بالاوبريشن، هاي من الاشياء المهمه جدا انه تعمل عليها كنترول، اذا كان عندك بزنس يكون دائما عندك كنترول على الاوبريشنال كاش، لازم يكون عندك رصيد معين انت حاطه هذا ما بتلمسه حتى ايش اللي بنسميه حتى تباس يور ديلي بزنس وتدفع الفواتير اللي عليه بشكل يومي. عشان هيك كثير من الحكومات مثلا بيشترطوا
عشان ما يصير هاي المشاكل بيشترطوا على الانديفيدجوال بزنسز مثلا او على الاشخاص اللي بدهم يفتحوا بزنسز انه يحط يكون عنده رصيد بالبنك قديش عنده مصاريف بالشهر مثلا 10,000 لازم يكون عنده مينيمم بالبنك 30,000 يكون عنده مصاريف لثلاث اشهر فعليا هاي الثلاث اشهر مهمه جدا دائما يكون عندك بادجت لثلاث اشهر اوبريشن ممكن يصير اي شيء انه فواتير انت الك عند الناس يعني فواتير لصالحك لسبب او لاخر ما تندفع لك على الوقت تتاخر فاذا كنت انت باني حياتك عليها كل شيء راح يتاخر عندك وممكن تصل لمرحله انه الاوبريشنز تبعك توقف وانت الك الفلوس هذا اللي صاير عندنا مع ناس كثير بالبلد على فكره هسه هون هذا اللي صاير مع ناس كثير بالبلد الناس كثير اللي هربوا على تركيا هذا اللي صار معهم على الورق معه مصاري كثير فعليا بالرصيد تبعه مديون في ناس بدهم منه فلوس دكتور زي اللي صار بالمستشفى الجديد اللي بخلدة مستشفى سارة سعودي بنى وكمل ووقف لأنه صار في عنده عجز مالي وحتى بطل إنه البنوك بتعطيه يعني قروض أو هيك شيء يعني لسه المستشفى هيك البنى على النص تقريبا نفس الحالة يعني أغلب المشاكل اللي بتصير عند السمول بزنس أو البزنس أونرز بشكل عام وخاصة السمول بزنس أونرز بيكون عندهم مشكلة بالأوبريتنج كاش تمام؟ ولاحظ انه بنعكس الاوبريتنج كاش انه البنك ببطل لانك انت غير قادر لاحظ لما يكون عندي مشكله بالاوبريت اذا انت مش قادر تعمل سبورت للديلي اوبريشن اللي عندك فاكيد لما يجي موعد قرض معين عندك ما راح تقدر تدفع فالحل اللي عند الاونر شو بيكون ياخذ قرض من البنك لما يروح على قرض من البنك البنك بده يبحث على التاريخ تبعك او بده يطلب منك معلومات ماليه فراح يجد انه انت حضرتك ما عملك بتحصل الفواتير تبعتك وبالتالي ما عندك ما عمالك بتدفع الفواتير اللي لازم تدفعها على الوقت فايش اللي راح يقنع هذا البنك انك راح تدفع له فاتورته على الوقت فده بصعب عمليه الحصول على قرض هلا اذا اقنعته واعطيته ضمانات للبنك انه يعطيك قرض في ريسك عالي عنصر الريسك راح يكون عند البنك عالي وبالتالي سعر الفائده اللي راح يعطيك فيه كمان راح يكون عالي مقارنه مع ناس طبيعيين او ناس ماشيين بالبزنس بالشكل الصحيح هلا كمراجعه هلا بدنا نبلش بالفاينانشال ستيتمنتس اكتشوالي لكن كمراجعه سريعه بدنا نتطلع على ايش نتطلع على الريفينيوز قبل ما ندخل فيهم بدنا نتطلع على الريفينيو ايش يعني بتعني الريفينيو ايش بيعني الاكسبنسز شو بتعني لنا الريفينيو بلغه الاكاونتنج والفاينانس. Where do you get your revenues? إيداعات دكتور. كمان مرة ما سمعنا. إيداعات إيداع إنه يعني إيش لك فلوس؟ revenue إيش revenue؟ إيراد الشركة دكتور. إيرادات صح؟ الريفينيو ايراد ايراد نعم كيف بنجيب ايرادات بالشركه مهم وين شو مصادر الايرادات من البيع الشركه اللي تطلع على اي مصدر تبع مبيعات مبيعات سواء مبيعات وخدمات يعني بتقدم سيرفيس فانت عندك المردود المالي اللي هو ثمن بيع الريفينيو اللي عباره عن البرايس اللي انت بتحصل عليه الثمن لكل قطعه انت بتبيعها او لكل خدمه انت بتقدمها هذا بيمثل ايش بيعطينا الريفينيو رايت طيب الاكسبنسز الاكسبنسز بشكل عام اللي هي عباره عن ايش مصاريف دكتور هي المصاريف سواء طبعا تعلمنا شوي اذا اكيد اخذتوا لكم ماده محاسبه قبل هيك اخذتوا 104 دكتور نعم اخذتوا ماده على الاقل انه الاكسبنسز بنعرف انه في فيكست اكسبنسز وفي ايش فاريبل اكسبنسز هلا احنا هون بالاكسبنسز بالفاينانشال مانجمنت بنتعامل معهم ايش؟ بعباره عن الاكسبنس بنحكي عنهم الكوست اوف دوينج بزنس سواء كانوا فيكست او فاريبل. طيب هلا كمعادلات بسيطه متى انا بقدر احكي عن حالي انه عندي نت انكم بوزيتيف نت انكم دخل نهائي موجب متى انا بيكون عندي نت انكم بالموجب؟
لما يكون الريفينيو تبع الكمباني اقل من الاكسبنسز اللي عم تجيهم، يعني من اقل من المصاريف اللي عليه، يعني ارباحه اعلى من المصاريف تبعته، يعني ارباحه اعلى، حكيتها بالانجليزي بالمعاكس، لما يكون عندي ريفينيوز ايرادات اعلى من المصاريف، عندي ايرادات 100,000 ومصاريفي 50,000، معناته ايش النت اللي عندي؟ 100 ناقص 50 50,000. هذول ال 50,000 بحكي عنهم نت انكم، ولانهم بوزيتيف بوزيتيف نت انكم، يعني انا عمالي ظاهريا على الاقل هلا اني انا بربح، تمام؟ تمام. هلا ظاهري بما انه بوزيتيف، مع انه مش دليل هذا الحكي، ممكن يكون بوزيتيف واكون خسران، لكن مبدئيا اذا كان عندي الريفينيوز اعلى من الاكسبنسز معناته بيكون في عندي نت انكم بوزيتيف. هلا في عمليات اخرى، ذاتس واي احنا بنعمل الستيتمنتس، بجوز انا سبقت كان لازم اسالكم اياه هذا السؤال، ذاتس واي احنا هلا بنضطر نعمل الفاينانشال ستيتمنتس المختلفه حتى نشوف وضع الشركه المالي. هل بالضروره انه يكون عندي نت انكم بوزيتيف واكون ربحان؟ لا طبعا دكتور، لا طبعا. سبب بسيط، انه ايش ممكن يكون هذا النت انكم محسوب لفتره معينه فقط، لشهر او شهرين بالسنه، وهدول الشهرين كان فيهم موسم. مزبوط. عشان هيك لازم دائما جنب النت انكم انت يعني ما نتسرع احنا دائما بالحكم انه اول ما اشوف رقم بوزيتيف معناته على طول انه الشركه هي ربحانه، لا، لازم تفهم انه هاي النت انكم اللي معمول لاي فتره، شو نوع الاكسبنسز اللي بيحكي عن، شو الاكسبنسز اللي انحسبت عنده، بجوز الاكسبنسز اللي يكون حاطط لك اياها بهذه الفتره انه بهاي الفتره ما كان في دفع الرنت السنوي تبعه، الرنت السنوي تبعه بيندفع بواحد واحد وبيحكي عن شهر 10. فهو عشان هيك دكتور بعض مرات الشركات الكبيرة بتعمل كل 3 أشهر أو 4 أشهر اللي هو الفاينانشال ستيتمنت تبعتهم بناء عليه ليحددوا الدراسة السنوية تبعتهم عشان يحددوا وضعهم المالي، رايت؟ نعم نعم تمام. فعشان هيك ما ننخدع دائما انه مجرد ما شفت رقم ريفينيوز ماينس اكسبنسز وشفت انكم بوزيتيف انه على طول احكم انه ايش؟ انه الشركة بتربح. نفس الشيء لما هي جاست كاكسبريشن كمعادله، هلا الريفينيوز لما تكون اقل من الاكسبنسز ايش بيكون عندي ظاهريا؟ في عندي نت لوس او في عندي نت انكم بالنيجاتيف، بس هذا كمان مره لا يعني اني انا خسران ولا يعني اني انا ربحان، لازم تعمل انفستيجيشن ليش هذا الرقم طلع معك وشو هي الاشياء اللي جت انكلودد، ذا ثينجز ذات ذا نمبرز ذا ثينجز ذات المصاريف والريفينز اللي جت انكلودد حتى طلع معنا هذا الرقم واقدر احكم عليه الاداره. تمام؟ تمام تمام. هلا في عندنا ايش؟ في عندنا اربع انواع اكشوالي من الفاينانشال ستيتمنتس ذات وي كود بروديوس فور الاورجنايزيشن. هلا الاربعه مع بعض زي ما رايحين نشوف، هذول الاربعه مع بعض بيكملوا بعض. في كثير من الحالات بيكون وحده منهم اتس نوت انف انه تعطيني تصور عن الشركه، يعني انا بدي اشتري شركه معينه ما بيكفي اني اتفرج على الانكم ستيتمنت وما بيكفي اني اتفرج على البالانس شيت لوحدها او البالانس شيت لوحدها او الكاش فلو ستيتمنت لوحدها، هم عباره عن مجموعه من الستيتمنت، هم المجموعه من الستيتمنت بتطلع عليهم مع بعض ايش بعطوني؟ بعطوني ايديا عن هذا البزنس، بيساعدوني اني اخذ ديسيجن والديسيجن يكون مبني على فاكت. تمام؟ اول واحده من الستيتمنت اللي هي عباره عن الانكم ستيتمنت اللي هي شو بنسميها قائمه الدخل، لها اسماء مختلفه، في ناس بيسموها اللي هي قائمه الدخل، في ناس بيسموها البروفيت لوس ستيتمنت، ظاهريا بيسموها البروفيت لوس ستيتمنت، اسماء مختلفه لها حسب الكتاب، البريطانيين بيسموها اسماء واللي ماشيين على المنهاج الامريكاني بيسموها اسماء اخرى. الريتيند ايرننجز ستيتمنت اللي عباره عن ستيتمنت، راح نشوف هاي الستيتمنت مهمه، هاي الستيتمنت لكن هاي الستيتمنت اهميتها فقط انه هاي الستيتمنت بدونها ما بنقدر نحضر البالانس شيت. تمام؟ فيعني بكثير من الكتب ما بتكون موجوده از سيبريت ستيتمنت، السبب انه انت ما بتقدر تحضر بالانس شيت بدون ما تعمل ريتيند ايرننجز ستيتمنت. احنا هون فصلناها عشان دراستها، فصلناها بشكل يعني بشكل حطيناها لوحدها حتى ندرسها بشكل لوحدها وما ننساها ابدا، انه هاي الستيتمنت واحده من الستيتمنتس المهمه اللي لازم تكون موجوده. في عندنا الستيتمنت الثالث اللي هي ستيتمنت البالانس شيت، والستيتمنت الثاني الاخيره
اللي هي الستيتمنت اوف كاش فلو. ولا رح نبلش فيهم واحدة واحدة ايش بتعني كل واحدة من هالستيتمنت وكيف نقدر نعد هاي الستيتمنت. اول واحدة من الستيتمنت حكينا عنها اللي هي ايش؟ الانكم ستيتمنت. لاحظ الانكم ستيتمنت as a definition it's that statement that reports the operating success or failure for a period. وركز على كلمة period. يعني احنا بالانكم ستيتمنت اي مرة بتسمع الانكم ستيتمنت مباشرة لازم تسأل السؤال اللي وراها. شو سؤالك اللي وراها راح يكون؟ covering اي period. البيريد مهمة عندنا بالانكم ستيتمنت. فالانكم ستيتمنت ممكن احنا نعدها لشهر، ممكن نعدها لكوارتر اللي هي ثلاث شهور، وممكن تكون الانكم ستيتمنت لسنة. تمام؟ تمام. فالانكم ستيتمنت راح تعطينا تقرير، تقرير للأرباح والخسائر اللي احنا تكبدناها خلال فترة معينة. طبعا حكمنا بيكون على ايش؟ على النت انكم دائما. لاحظ النت انكم فور ذا بيريد، فور ذا مانث، فور ذا كوارتر، فور ذا يير. فالنت انكم اذا طول ما كان عندي موجود على هالستيتمنت الريفينيوز اعلى من الاكسبنسز، مور ذان ذا اكسبنسز، ات مين ذات وي ار انكوايرينج بوزيتيف نت انكم. العكس بعطيني ايش؟ بعطيني نيجاتيف نت انكم. ايش هي العناصر اللي بتدخل ب بالفاينانشال ستيتمنت الاولى اللي هي الانكم ستيتمنت؟ انكم ستيتمنت بسيطة جدا. لاحظ انه احنا بنحكي انه احنا بدنا نطلع نت انكم، والنت انكم ايكوال ريفينيوز ماينس كوستس، رايت؟ فمعناته هاي اللي راح يكون موجود عندي على الانكم ستيتمنت، العناصر اللي راح تكون موجودة عندها ببساطة راح يكون عندي ايش هي الريفينيوز، مصادر الدخل المختلفة داخل هالاورجنايزيشن، وايش هي الاكسبنسز. ولاحظ الاكسبنسز لما نحكي عن بيريود بهمنا خلال البيريود قديش السالاريز اللي دفعناها خلال البيريود، السبلايز اكسبنسز during the period، الرنت اكسبنسز، انشورنس اكسبنسز، انترست اكسبنسز، ديبريشيشن اكسبنسز. هي انواع الاكسبنسز اللي بتهمنا واحنا نعمل بالانكم ستيتمنت. لاحظ مثلا حكينا عن انواع اخرى من الاكسبنسز زي الديبريشيشن. ما لنا علاقه بالديبريشيشن هون، رايت؟ شفتوا في شيء اسمه ديبريشيشن هون؟ شايفين انه في عندنا شيء اسمه ديبريشيشن هون؟ اه موجود دكتور، اخر شيء اخر وحده. طيب في عندنا سوري موجود الديبريشيشن، ام سوري بحكي على الفاينانس مثلا، اشياء شيء تعلقت بالفاينانس اكسبنسز. اذا احنا ماخذين قرض معين والقرض هذا عليه فوائد، ماخذين قرض من قرض، لاحظ القرض المعين اللي ماخذينه احنا لازم يكون عندنا اكسبنس، الاكسبنس تبعته نحسبها على ايش؟ على البيريود اللي احنا موجودين فيها مش على كامل السنه. لاحظ هاي الاكسبنسز مهم جدا انه ندقق في موضوع الاكسبنسز واحنا نحسب بالانكم ستيتمنت. لاحظ هلا كيف نعمل، كيف احنا ممكن نكتب فاينانشال ستيتمنت، وهذا جزء اي ثينك من الاجزاء المطلوبه معكم تعملوها بالتي ام اي، رايت؟ مطلوب مننا جزء الفاينانشال. هلا لما اعمل انكم ستيتمنت، لاحظ الانكم ستيتمنت بتبلش دائما انه بنكتب اسم الشركه. فهي الشركه اللي موجوده عندنا اسمها سييرا كوربوريشن. السطر الثاني بيكون مكتوب عليه انكم ستيتمنت، شو نوع الستيتمنت اللي انا عمالي بعملها. ولاحظ الشيء المهم عندنا انه فور ذا مانث اندد اكتوبر 31، يعني هذول الاكسبنسز اللي موجودين من 1/10 الى 31/10 لسنه 2005. لاحظ بهذا المثال اللي موجود عندنا، هذا المثال موجود عندنا فقط بحكي لنا انه في عندنا هاي شركه سيرا كوربوريشن، هي عباره عن سيرفيس اورجانيزيشن او سيرفيس فيرم. هاي السيرفيس الايراد تبعهم 10600، مجموع الاكسبنسز اللي موجوده عندهم عباره عن 7740. 10600 ناقص 7740 ايكوال تو 2860 بالبوزيتيف. هذا معناته معطيني نت انكم بوزيتيف، معناته خلال هاي الفتره خلال هذا الشهر الشركة ربحانة 2860. طب هلا سؤالي، لو انت بدك تشتري سيارة كوربوريشن وارجوك هاي الانكم ستيتمنت،
is this income statement enough انه تعمل decision انه تربح هاي انه تشتري هاي الشركة على اساس انه هاي الشركة ربحانة؟ نو دكتور. معلومة غير كافية رايت؟ ممكن لأي سبب من الأسباب يكون شهر 10 هذا ببساطة يكون موسم عندهم هذا شهر 10. هاي معلومة غير كافية إنه أخمن أنا إنه هاي الشركة بتربح 2860 بشهر 10 أروح ضربهم ب 12 وأطلع الدخل السنوي تبعي منه. هاي معلومة غير كافية. أي حدا عنده سؤال على الإنكم ستيتمنت؟ يعني هذا أبسط شيء أبسط إنكم ستيتمنت ممكن نشوفها يعني. تكون من عنصرين، عنصر revenue وعنصر expenses، وهي هي أنواع expenses اللي موجودة عندنا أو expenses اللي لازم ناخدها. Taking into consideration that we are doing the income statement, we do it for a certain period of time, which may be a month, a quarter, or a year. Any question قبل ما ننتقل على statement number two؟ واضح. هلا ستيتمنت نمبر 2 ندرسها هلا وراح نشوف ايش راح نستفيد منها. هاي ايش راح نستفيد منها الريتيند ايرننج ستيتمنت. كمان الريتيند ايرننج ستيتمنت اللي هي عباره از ا ديفينيشن اللي هي عباره عن ستيتمنت ات شوز ذا تشينجز ان ريتيند ايرننج فور ا بيريد مانث كوارتر اور يير. يعني نفس الشيء بتتعامل مع بيريد، لازم البيريد تكون محددة اللي احنا بنشتغل عليها، شهر، ثلاث أشهر، أو سنة، أو ست أشهر، حسب البيريد، حسب الشركة اللي انت بتشتغل فيها. طبعاً كيف نحسب الـ Retained Earning Statement؟ بسيط. أول شيء لازم يكون عندنا معلومة عن الـ Beginning Balance، بمعنى قديش كان عندي Retained Earnings في بداية الفترة. إيش بنقصد فيهم الـ Retained Earning؟ حدا يعرف إيش الـ Retained Earning؟ دكتور، الأرباح المحتجزة؟ المحتجزة اللي ما وزعناها على المساهمين. يعني الشركات بشكل عادة بيربحوا مثلا شركة معينة ربحت 100,000، بدهم يوزعوا أسهم على المساهمين، ما بيوزعوا ال 100,000 كاملين. كم بيوزعوا؟ خلال بيريود معينة مثلا ممكن يوزعوا 50,000. هلا ال 50,000 الباقيين وين بيروحوا؟ هدول بسموهم ريتيند ايرننج. بإيش بيستخدموهم؟ للاستثمار أجين. ممكن، ولايش كمان ممكن يستخدمهم؟ توسع او توسع، ممكن ياخذ قرض منهم، يعني يعطي حاله قرض من هذول الريتيند ايرننج يستخدمهم داخل البزنس بس بدون ما يدفع عليهم فائده. يستخدمهم للاوبريشنز المختلفه داخل الشركه. يعني دكتور بنقدر نحكي يرجع يعيد استثمارها بدل من ان يوزعها على شكل ارباح؟ طبعا، لكن بتضل قيمتها موجودة. هلا النكست بيريود ربحت الشركة أكثر، صح؟ فبوزع الأرباح وبيخلي عنده مبلغ، بضلوا الشركات عندهم هذا المبلغ، إنه بدل ما ياخذ قرض من البنك أو يطلب يبيع سندات مثلا أو يعمل أوفر لسكيورتيز بالماركت ويجيب ناس جداد يدفع لهم أرباح، هو عبارة عن شخص باخذ من الأرباح اللي موجودة عنده، أرباح المساهمين، وبعيد تشغيلها داخل البزنس، لكن قيمتها بتضل محفوظة للمساهمين. أي دي الشركة بتوقف أو بدهم يبيعوها أو أي شيء، هاي الفلوس بتكون موجودة من حق المساهمين. دكتور، هذا هو اللي بيحكوا عنه البلاك كاش، يعني هاي المصاري دائما يعني بتكون موجودة بس بيسووا زي بلاك كاش، يعني بيقدروا يستعملوها. صوت الماركت، يس. أوكي. فلوس بتكون أنت بتقدر تستخدمها دائما، مصدرها معروف، مصدرها معروف من الأرباح، لكن هي موجودة زي كأنها زيادة بتكون موجودة عندك. اشياء زياده، يعني اشياء بتعطيك فلكسبيليتي اكثر. يعني انت معك 50,000 تشتغل فيهم دائما، فيعني اذا عندك فاتوره 5 او 10,000 بتدفعها من هال 50,000. جايك فاتوره ب 20,000، لما تجيك الفاتوره اللي ب 20,000 بترجع ال 10,000 اللي دفعت فيهم الفاتوره اللي عليه. بس هذا ما بفوت بالميزانيه، مزبوط؟ يعني زي كنا مصاري يستعملها بس ما بفوتها بالميزانيه.
هي هاي المصاري بتعطيك فلكسبيليتي وبتنقص عليك الفوائد وبتعطيك فاينانشال فلكسبيليتي اكثر، لكن بميزانيه الشركه بالستيتمنت تبعت الشركه بتكون موجوده، معروف انها موجوده يعني. انا عارف بتكون موجوده بتكون موجوده على قيمه فرضا 50,000، بس ما ببين انه شو الفاتوره فرضا دفع ب 20,000 او وسع، ما بضيف على الفاينانشال ستيتمنت لانه هاي ال 20,000 راح ترجع لل لقيمه ال 50. يس اوكي اوكي. شو هاي المصاري انت بتكون استمره واحده اخذتها ودفعت عليها ضريبه اصلا ورجعتها. اوكي اوكي. شكرا. يعني احكي لك مثال عليها، مثال بسيط. دكتور هلا لو انت عندك سوبر ماركت، اوكي وانت السوبر ماركت تبعك فل اوف جودز ويعني عندك كل شيء انفنتوري، لكن اي حدا صاحب سوبر ماركت ايش بتلاقي بجيبته دائما؟ كاش. تلاقي كاش بجيبته 3000 4000 حسب حجم السوبر ماركت اللي هو موجود فيه. هلا 3-4000، هلا اذا اجيت انت عنده فجأة مثلا ونزلت له بضاعة معينة ثمنها 100 دينار بعطيك 100 دينار من الثلاث، ما بسيب الكاش تبعه. مزبوط؟ صحيح. بآخر اليوم ايش بيعمل؟ آخر اليوم نفسه ايش بيعمل؟ بيرجع الدينار. واذا لقاهم 2700 معناته دفع 300 بالبزنس، موجود لهم فواتير، باخذ 300 برجعهم على فلوسه، زي هو بيكون اتداين من حاله مؤقتا. اوكي اوكي هلا فهمت عليك. اوكي اوكي تمام. فهمت عليك. دايم من حاله مؤقتا باخر اليوم برجع الفلوس زي ما كان. اوكي اوكي. فلاحظ انه هذا بسيطه جدا. ايش اللي رايحين نعمله؟ راح نشوف البيجنينج بالانس، راح نضيف عليه النت انكم، نخصم منه قديش الديفيدنس، قديش دفعنا للارباح للمساهمين، ونطلع بإندنج بالانس. ببساطه في عندي شركه ثانيه هلا مثال عليها، يعني واحد هذا فور نفس الطريقه، اسم الشركه هي موجود شركه ثانيه سي اس يو ريتيند ايرننج ستيتمنت. لاحظ هذا ايش محطوط؟ فور ذا يير اند ديسمبر 31 2005. هلا لاحظ بدنا نحسب بال 31/12/2005 لهي الشركه، بدنا نحسب الريتيند ايرننج ستيتمنت. لاحظ اول شيء حكينا بنبلش بالريتيند ايرننج ستيتمنت بايش؟ بالبيجنينج بالانس. ايش البيجنينج بالانس؟ بدل ما بنحكي عن سنه معناته هاي الشركه سنوي، طبعا توزيع الارباح بيكون سنوي على المساهمين. مزبوط. لاحظ انه الريتيند ايرنينج بجانيوري 1 لما بلشنا اول السنه اول 2005 قديش كان عندنا ريتيند ايرنينج؟ هي معلومه هو معطينا اياها، صفر. يعني بلشنا بريتيند ايرنينج صفر، بمعنى انه ب 31/12/2004 وزعنا كل الارباح الموجوده عندنا للمساهمين، ما خلينا ولا شيء ريتيند ايرنينج، وزعنا 100% من الارباح. فاحنا ايش بلشنا سنه 2005؟ بلشنا بصفر، جانيوري 1 بلشنا رصيدنا صفر من ناحيه الريتيند ايرنينج. هلا خلال السنه بحكي لنا طلع عندنا نت انكم. هذا النت انكم من وين جبنا النت انكم؟ من وين بنجيب النت انكم؟ من الانكم ستيتمنت. يعني معناته اني انا لو اجي اطلب منكم هلا سؤال بسؤال ماثماتيك اللي تحلوا لي اياه بارقام، واجي اطلب منك اعطيك معلومات معينه واحكي لك احسب لي الريتيند ايرنينج لهالشركه، غصبا عنك ايش لازم تعمل؟ الانكم ستيتمنت. لازم تعمل انكم ستيتمنت. لاحظوا هذا ايش؟ هذا الربط اللي موجود بين الريتيند ايرنينج والانكم ستيتمنت. بدون الانكم ستيتمنت ما بقدر اعد، بقدرش، انا ما عندي ability اني اعد الريتيند ايرنينج ستيتمنت. فهمنا العلاقه بينهم؟ لانه لازمني نت انكم. تمام. هذا النت انكم الموجود عندي بنجمعهم طلع عندي 6800. قديش هي الشركه موزعه ديفيدنس؟ ليش موزعين ديفيدنس؟ 600. هلا هو معلومه معطاه لنا انه وزعوا ارباح 600. هلا هاي الشركه قرروا يوزعوا 600 من 6800، معناته قديش بدهم يخلوا عندهم ريتيند ايرنين؟ 6200. مضبوط؟ يعني معناته انا لما ابلش هلا جانيوري 1، ركز، جانيوري 1 2006 قديش راح يكون عندي الريتيند ايرنينج؟ 6200. يعني لما اجي اعمل هلا، لو انا عندي معلومات هلا وبدي اعمل بنهايه ديسمبر 31 2006
وبدي اعمل ريتيند ايرنينج ستيتمنت، راح ابلش الجانيوري 1 2006 قديش لازم يكون محل الصفر؟ 6200. بعدين شو لازم اعمل؟ اروح احسب النت انكم تبع سنه 2006، اجمعهم مع بعض، اشوف قديش بدي اوزع على العملاء، اوزع عليهم، بعدين راح يطلع معي ريتيند ايرنينج جديد باخر السنه. وضحت؟ واضح. تمام. ننتقل على ايش هلا؟ على البالانس شيت. هلا عرفنا العلاقه بين الريتيند ايرنينج وبين الانكم ستيتمنت، رايت؟ هلا اضافه انه هاي انا بسميها، بتعرف ايش بنسميها احنا هاي؟ بريدج. هاي الريتيند ايرنينج ستيتمنت زي كانها بريدج. ليش بنسميها بريدج؟ هلا راح تشوف البريدج. هاي الستيتمنت اللي بتعمل بريدج، بتعمل جسر بتوين الانكم ستيتمنت وبتوين ال كمان شوي راح نشوفها، راح نشوفها لما نطلع على البالانس شيت. لاحظ هلا البالانس شيت نطيت عليها بسرعه انا على البالانس شيت. في البالانس شيت في شيء جزء اسمه اللايبيليتي والستوك هولدر ايكويتي. لاحظ الريتيند ايرننج اللي ارباح المساهمين اللي انا ما وزعت عليهم بس خليتها بالبزنس، وحكيت لكم انه هذا حق للناس المساهمين باي وقت، حق لهم انهم ياخذوها، مزبوط؟ فهي عباره عن ايش؟ عباره عن بنسميها ستوك هولدر بتعمل ايكويتي داخل البزنس، رايت؟ هي جزء من الاجزاء اللي احنا جزء من الاجزاء اللي بنعبيها على البالانس شيت، لازم هي تروح لنفس الشركه. ال 6200 هلا نقلناهم معنا للبالانس شيت، بمعنى انه الريتيند ايرننج ايش عملت؟ عباره عن عباره عن ايش كانت الريتيند ايرننج ستيتمنت؟ عباره عن جسر عبرنا فيه من وين لوين؟ من الانكم ستيتمنت البالانس. تفضل يا احمد. دكتور بس سؤال، مين اللي بقرر يوزع الجزء من الارباح او كل الارباح او نسبه معينه او حسب العقد مثلا اللي بكون او حسب المتعارف عليه؟ حسب يعني بالعاده بتطلعوا على قديش الاندستري اللي احنا موجودين فيها، قديش الاندستري اللي عندنا بوزعوا ارباح، وتوزيع الارباح بيعتمد ايش في عندنا فيوتشر بروجكتس احنا مقررين نعملها بالمستقبل. طبعا هذا بيلزم قرار مساهمين، يعني البورد اوف دايركتورز والمساهمين بشكل عام يكونوا متفقين، يعني مش قرار شخص، قرار مجموعه من الاشخاص. بناء على ايش؟ بناء على ايش في عندنا فيوتشر بروجكتس او ايش المخططات المستقبليه عندنا بهالشركه. تفضل يا منى. الله يعافيك. كان عندي استفسار هلا بخصوص توزيع الارباح لشركات مساهمه. هلا زي ما انت حكيت هو قرار جماعي للبورد اوف دايركتور. هلا اذا مثلا كلهم حكوا واحد حكى لا ما تتوزع الارباح، ولا هي على لا لا لا، في عندنا قوه يا ابونا دائما للناس المساهمين، الاصوات تبعتهم كل واحد اصواته يعني الصوت تبعه له بيرسنتج حسب الاسهم اللي موجوده عنده. يعني مش معقول انه انا يكون عندي اسهم بالشركه 30% من اسهم الشركه وصوتي يكون يعادل صوت حدا عنده 1% من الاسهم بالشركه. قوه الشخص، قوه تصويت الشخص دائما تتعلق بايش؟ بقديش حجم استثماره داخل الشركه، قديش وزنه. طيب اوكي دكتور. وكان عندي سؤال ثاني برضه بخصوص توزيع الارباح. لنفرض انه مثلا الشركه كانت ربحانه وما وزعوا ارباح، ايش ممكن تكون اسباب يعني ليش رفضوها؟ يعني بما انه مثلا الشركه ربحانه وانعرضت الارباح تبعتها على يعني موجوده، نقدر كلياتنا نطلع عليها وهي ربحانه ما توزعت هاي الارباح، ايش يكون السبب يعني ليه؟ هاي طبعا حالات نادره جدا انه شركه تكون ربحانه وما توزع الارباح، لكن هذا بيلزم قرار. هلا السبب ممكن يكون عندهم توسعه، ويكون كلهم اتفقوا انهم بدهم يتوسعوا على بدهم يتوسعوا جغرافيا او بدهم يتوسعوا جلوبالي، فما بدهم ياخذوا قرض من البنوك، بدهم يستخدموا ارباح المساهمين. بهي الحاله هم مش ما بيوزعوا ارباح، بيوزعوا ارباح بس ما بعطوا حدا كاش، بعطوا اسهم اضافيه. فهمتي؟ يعني الارباح بيحولوها لاسهم، يعني الارباح اللي عملوها بيحولوها لاسهم، بيعرضوا الاسهم بالسوق المالي، كل واحد حسب الارباح تبعته بيعطوه اسهم بقيمه الارباح تبعته،
وبصير عباره عن ايش؟ عنده ستوك اضافيه داخل الشركه لكن مش كاش. لكن هو باي لحظه لا لحظه، هذه قوانين تجاريه يعني. هلا هو باي لحظه اذا معه ستوك بيقدر يبيعها لاي حدا ثاني، يعني بيقدر يحولها لكاش. لنفرض انها شركه مساهمه زي مصفات البترول، فيها عدد مساهمين كثير كبار. يعني هلا اللي بعرفه انا انه حتى مصفات البترول وقفت تبيع، يعني ما عم بتزيد عدد المساهمين، بالعكس هي بتحاول تقلل منهم. حتى عنده عدد اسهم قليل بتحاول يشتروها منه اللي معهم كثير عشان يطلعوه. بس ما بيقدروا يخطبوه انه يبيع، صح؟ طبعا لا ما بيقدر، يعني برضاه تام. برضاه تام حتى لو كان عدد الاسهم تبعه جدا ضئيل. هذا فير ديل، هذا اسمه يعني تحت قوانين التجاره، يعني هذا تحت قوانين. ما بتقدر تجبر حدا انه يبيع الاسهم تبعته داخل شركه معينه. شو ما كان حجم الاسهم اللي عنده قليل وبده يحتفظ فيها بيقدر يحتفظ فيها يعني. لكن مع يعني بالتصويت لما يجي يصوت وفي عنده شيء وكبار المساهمين عندهم راي مختلف، اذا حدا عنده اسهم قليله ما راح يكون له راي بمسار الشركه. اللي بيكون لهم رأي بتوجه ومسار الشركة الناس اللي عندهم إيش، الناس اللي بيكون عندهم برسنتجز عالية من الستوكس اللي موجودة للشركة. Any other questions؟ لاحظ إنه أنت مش من مصلحتك تتصادم، أنت يعني as a manager آخر شيء بتكون تفكر فيه إنه أنت تتصادم مع الستوك هولدرز. تعرفوا شو يعني معنى اني انا اتصادم مع الستوك هولدرز؟ معناته يو ار رونينج يور ريبيوتيشن بالماركت، معناته سعر السهم راح ينزل. معناته اذا بده حدا يجي يبيع الاسهم تبعته هذا بينزل الفاليو تبعت الشركه. ذاتس واي بحبوا الشركات دائما بيعملوا اجتماعات لمجلس الاداره واجتماعات للمساهمين بقدر الامكان، بحبوا دائما حتى لو كانوا في كبار مساهمين وصغار مساهمين بحبوا دائما القرارات اللي ياخذوها ياخذوا قرارات بالاجماع. بحبوا دائما يكونوا ماخذين قرارات بالاجماع حتى يساهموا في رفع يعني الريبيوتيشن تبعت شركتنا تطلع ما تنزل، ما يكون عندنا مشاكل كونفليكس داخل الشركه. اذا كان في عندنا كونفليكس في ناس من صغار المساهمين ولا كبار المساهمين، اذا صار عنده شعور انه في كونفليكت داخل الشركه معناته انه الاستثمار اللي حاطه راح ينزل سعره فممكن يبيع. اذا صاروا ناس كثير عارضين اسهم، صار العرض كثير على شركه معينه في جلسه معينه بالسوق المالي، في عرض كثير على اسهم شركه هذا بينزل القيمه تبعك، بينزل قيمه الشركه، بنعمل خسارات للشركه. حدا عنده استفسار اخر؟ ننتقل على البالانس شيت. عندنا البالانس شيت. البالانس شيت اعداد البالانس شيت اولا بيعتمد على معادله بسيطه انه بيحكي لنا الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس ستوك هولدر ايكويتي. الاسيتس اللي هي عباره عن ممتلكات الشركه، ممتلكات انا لما تحسب النت وورث. هلا اخذ اسم حدا، مين قدامي؟ احمد. عم بكثر سمعت اسمك، ما بحب انادي على اسم حدا ما حكى، بلاش يكون ملتهي بشيء واصل يفكرني بختبره يعني. موجود مش موجود؟ احمد السكران، رايت؟ نعم دكتور. هلا احمد كيف بتحسب النت وورث تبعك انت از بيرسون؟ وورث شو في معي؟ احكي دكتور. اسيتس الي بنقصهم لايبيليتيز بحسب النت وورث. تحسب النت وورث، احكي يا منى شوف كيف تحسب النت وورث الخاص فيك انت. اول شيء مثلا انا بدي احكي، ما بدي احكي عن البيرسونال لإلي انا بحياتي، مثلا انا بدي احكي عن دراسه جدوى انا بعملها بخصوص شغل. مثلا انا بشتغل بالشركه جوب سكول، عندي لما بدي اعمل دراسه جدوى بحسب العمولات. العمولات بالنسبه لي اليوم هي ارباح، مثلا في عموله السيلان والتبخر اللي هي بتعتمد على درجه حراره الجو، هاي عمولات ممكن تزيدني ممكن تنقصني. اي شيء وداخل علي انا بحسبه بصير عندي مجموعه ارباح.
من مجموعة الأرباح هاي بخصم أي خصم أنا عطيته لعميل أو أي بونص أنا عطيته لعميل discount or bonus بشيلهم وبشيل كل المصاريف اللي تكون علي كهرباء مي لمحطات أي شيء أنا بدي أصرفه بشيله بالتفصيل النت بروفيت بس في شيء ناقص عندك سوري في شيء ناقص بالحساب النت وورث أنا يعني حسبت إنه كل العمولات تبعتي قديش بيطلع لي مجموع الأرباح ثلث من مجموع الأرباح هذا التكاليف والخصومات اللي, أه. اللي بدي أنا أدفعها يصفي لي أنا قديش نت بروفيت صافي ربح لإلي نت هذا النت بروفيت لفترة معينة إيش النت وورث تبعك أز بيرسون ناقص إشي واحد عندك اللي حكيت يعني مثلا أنا أحسبها على الراتب الشهري اللي بيجي لإلي بشيل منه أنا إيش علي أشياء لازم أدفعها بشكل يعني ايش علي مصاريف هذا الشهر بعدين بتصفي لي قديش انا ضايل لي زائد لازم ما ننسى دائما نشوف قديش عندنا ايكويتي شو الايكويتي اللي لي از بيرسون قديش عندي رصيد موفره بالبنك تمام قديش رصيد سابق صح قديش عندي رصيد سابق موفره بحياتي يعني ثروتك اللي انت موفرها بحياتك يعني قديش عندك رصيد توفير بالبنك او إذا ما عندك رصيد ممكن ما يكون عندك رصيد كاش لكن يكون عندك انفستمنت أسهم بشركات أخرى هذول عبارة عن إيكويتي لك أز بيرسون سيم ثينج لما نطلع على الشركات لما أطلع على شركة وبدي أشوف هاي الشركة هاو ماتش ذس الكمباني هاو ماتش إت وورث في جنبين لازم أطلع عليهم معادلة من شقين أول شيء بطلع على قيمة الأسيتس اللي موجودة بالشركة قيمة الأسيتس اللي موجودة بالشركة at any point of time خلال أي وقت من الأوقات بالسنة هذا الشيء اللي بيميز إيش اللي بيميز البالانس شيت عن باقي الستيتمنتس اللي موجودين البالانس شيت بتتعامل مع الشركه في وقت معين ات 1 حاططها انا ايش حاطط 1 بوينت ان تايم احكي لك اياها بلغه اكثر دقه يعني زي انا زي كاني بعمل باخذ بيكتشر سناب بيكتشر لوقت معين لثانيه معينه خلال السنه او خلال اليوم وباجي بحكي لك بدي اشوف انا قديش روح اعمل لي البالانس شيت هلا بدي اياها للساعه 12 اليوم هلا لما تيجي تعملها ل 12 اليوم لازم يكون عندك دائما المعادله هي تتحقق انه الاسيتس اللي موجوده بالشركه لازم تكون ايكوال اللايبيليتي اللي علي زائد الستوك هولدر الستوك هولدرز ايكوال تمام ولما زي ما حكينا على البيرسون هلا انا از بيرسون لما اجي احسب النت وورث تبعي قديش انا شو النت وورث تبعي قديش الاسيتس اللي عندي شو مجموع الاشياء اللي انا بمتلكها قديش القيمه تبعتها القيمه الفعليه بحطهم على جهه هلا قديش في علي لايبيليتيز قديش موجود عندي لايبيليتيز اذا علي ديون مثلا انا والله عندي اسيتس بمليون لكن عندي لايبيليتيز ديون بمليون و200 مليون و200 الف بهي الحاله انا معي فلوس النت وورث تبعي الستوك هولدر ايكويتي تبعي شو راح يكون بالماينس ماينس صح بالماينس راح يكون انا مديون ب 200000 فانا فعليا حتى لو بتشوفني اني انا عندي اسيتس بمليون عندي لايبيليتيز ب 200000 في وقت معين يوم معين فمعناته انا فعليا ما عندي ستوك هولدر ايكويتي متى بيكون عندي ستوك هولدر ايكويتي بكون انا مثلا لما يكون عندي الاسيتس اللي موجوده عندي مثلا عندي اسيتس بمليون عندي 500000 لايبيليتي بهي الحاله في عندي ضل عندي 500000 فرق وين ال 500000 هذول بيكونوا موجودين كيف بقدر افسرهم وين راحوا هذول ال 500000 500000 هذول بيكونوا عباره عن ايكويتي اما انت مستثمرهم بمكان اخر او موفرهم بالبنك حاططهم بمكان معين اما مستثمرهم حاططهم ببنك توفير حاططهم ببنك بسعر فائده مستثمرهم بسندات او باسهم مجموعهم التنتين لايبيليتيز والستوك هولدر ايكويتي لازم يعطيني مجموع الاسد بس لاحظ انه ايش دائما بنحكي عن البالانس شيت ات وان سبيسيفيك بوينت اوف تايم اتس ا سناب شوت شو يعني معنى السناب شوت هذا بتعني لي انه بعد خمس دقائق من حساب البالانس شيت ممكن كل شيء يتغير ممكن كل شيء يتغير زي تماما لما هلا اجي اصفكم مع بعض واجي احكي لك بدنا ناخذ صوره جماعيه لحظه الصوره الاول ما ناخذ الصوره اخذنا الصوره بعد ما ناخذ الصوره بثاني ايش بصير بعد ما ناخذ الصوره دائما بثاني بالعاده نتحرك مزبوط كل حدا بيتحرك حدا بيكون مبتسم ببطل مبتسم حدا بيكون جالس بصير واقف حدا واقف بصير جالس تغيرت الصوره بعدين بتصير تتغير الصوره تمام فالبالانس شيت هي عباره عن واحده من الانكم ستيتمنت بنستفيد منها دائما بايش
نستفيد منها انه at this point of time بدنا نعرف قديش معنا كاش، وهي بجوز من اكثر من اكثر الستيتمنتس اللي بيطلبوها المانجرز. اذا حدا فيكم مثلا بيشتغل بالدائره الماليه، هي اكثر سؤال بنساله المدير المالي. تلاقي الجنرال مانجر متصل عليه شو بيحكي له؟ قديش عندنا فلوس بالبنك هلا؟ هلا بده يعرف اليوم. فبيجي المدير المالي ايش ببلش يحسب؟ ببلش يحسب هلا لتاريخ المعلومه اللي قديش في عندنا فواتير طالعه وقديش عندنا فواتير داخله حاليا للوضع القائم اللي هو موجود فيه. فبيجي بتطلع على بتتصل على المدير بعدين بيعمل له ستيتمنت وبيحكي له عندنا 30,000. الان عندنا 30,000. هلا اذا المدير استنى لاخر اليوم، اذا استنى لاخر اليوم ال 30,000 هذول بضلوا ثابتين؟ الجواب لا. ممكن ندفع منهم وممكن ال 30,000 يجينا كمان 30,000 فواتير اضافيه تجينا بعد من هون لاخر الدوام. تمام؟ شفتوا الفرق؟ الفرق اللي بالبالانس شيت، البالانس شيت الفرق بينها وبين الريتيند ايرننج وبين الانكم شيت، الانكم ستيتمنت شيت، وبين ليدر اون الكاش فلو ستيتمنت، انه هي بنتعامل بالبالانس شيت ات وان بوينت اوف تايم. هلا موضوع الستوك هولدر ايكويتي هذا هو الموضوع اللي ايش؟ الستوك هولدر ايكويتي والجزء اللي فيه الريتيند ايرننج هو دائما اللي احنا بنستخدمه حتى نعمل المعادله هاي بالانس. عشان هيك حكيت انه هي الريتيند ايرننج عباره عن ايش؟ عباره عن بريدج بتوين الانكم ستيتمنت وبتوين البالانس شيت. لما يكون في عندي ريتيند ايرننج محتجزه، ارباح محتجزه من الفتره السابقه، واجي انا اطلب انكم ستيتمنت اليوم، هدول راح يظهروا عندي، رايت؟ راح يظهروا. اذا ظهروا عندي ممكن يعطوك شيء ارباح غير حقيقيه او يعطيك كميه كاش غير حقيقيه اذا ما كان موضح انه هدول ريتيند ايرننجز. وضحت الصوره؟ وضحت دكتور. هلا كيف نعمل، كيف احنا بنعمل البالانس شيت؟ سيم ثينج. لاحظ هي اسم الشركه، استخدمنا السي اس يو كوربوريشن عشان بدنا نستخدم ال 6200 اللي طلعوا معنا الريتيند ايرننج. لاحظ كتبنا اسم الشيت تحتها بالسطر الثاني ديسمبر 31. لاحظ هاي ديسمبر 31 2005، ايش معناته؟ في يوم 31/12، مش لسنه 2005، يوم 31/12 هيك الوضع المالي، هيك البالانس شيت تبعتنا كانت بالشركه لوك لايك ذات. لاحظ انه تتكون من اسيتس، الاسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس ستوك هولدرز ايكويتي. فعندنا عباره عن ايش؟ جزئين بهاي الستيتمنت. فراح نبلش الجزء الاسيتس. لاحظ الاسيتس ايش بتتكون من ايش؟ الكاش، اكونت ريسيفبل، سبلايز، اكويبمنت. بالنهايه بناخذ التوتال اسيتس، مجموع التوتال اسيتس اللي موجوده داخل الشركه بهذا اليوم. لاحظ لما حكينا عن اكونت ريسيفبلز، ال 4000 هذول اكونت ريسيفبلز لشو؟ لايش هذول ال 4000؟ للسيرفيس او جودز. اخذناها مقدما للناس. استقبلناها هذول اكونت ريسيفبلز، يعني حدا دفع لنا فاتوره، بس متى دفع لنا الفاتوره؟ مقدم. قبل ما نسوي البالانس شيت. قبل ما نسوي، لا في هذا اليوم اللي هو يوم 31/12. ممكن قبل ما اقدم الخدمه. مش شرط قبل ولا بعد، ما هذا مش معطيني معلومه قبل ما اقدم الخدمه ولا بعد ما اقدم الخدمه، المهم انه بيوم 31/12 اجاني حدا دفع لي فاتوره ب 4000. قبل ما اقدم الخدمه بعد يعني الخدمه، هذا معلومه ما بتهمنيش كثير بقدر ما بيهمني انه انا في عندي كاش ان بهذا اليوم 4000. يعني دائما نستخدم المصاري اللي اندفعت بنفس اليوم، مش انه المصاري السابقه. سيم ثينج السبلايز. لاحظ السبلايز عندنا قديش قيمه السبلايز؟ 1800. ايش هم ال 1800 هذول لو اجي بدي افسرهم؟ الانفنتوري ممكن. السبلايز اللي هي انا عباره عن ايش؟ عباره عن سبلايز استخدمتها بهذا اليوم، قيمه السبلايز اللي انا دفعت ثمنها بهذا اليوم، دفعت 1800. لاحظ هاي البالانس شيت لوحدها غير كافيه، لاحظ بتحكي لي عن 1800 سبلايز، رايت؟ هاي ال 1800 سبلايز ممكن اكون استخدمتهم بهذا اليوم، ممكن ما اكون استخدمتهم. انا ايش اللي متاكد منه بس بهذا اليوم اني انا عملت؟ اني دفعت 1800. لكن مش بالضروره اني اكون استخدمت سبلايز ب 1800. الحقيقه الوحيده اللي انا بعرفها بالبالانس شيت اني دفعت 1800. سيم ثينج لما اطلع على 4000.
مش شرط اني اكون بعت ب 4000 بهذا اليوم، ممكن اكون بعتهم سابقا وممكن اكون ذبيحهم لاحقا، بس انا قبضت 4000 اليوم. عرفت ليش انه البالانس شيت لوحده مش كافيه انه تعطيني صوره عن البزنس؟ ما فيها معلومات كافيه انه انا اقدر ابني عليه. تمام؟ يعني دكتور تحت الاكونت ريسيفبل بكون يعني فاريبل، مش انه شيء ممكن ان يكون دفعه تحت الحساب، ممكن يكون سيرفيس قدمتها وانتهت، او لا دفعات مستقبليه، حدا اجى كس عميل عندك وبده يشتري منك بضاعه ب 20000، لسه ما اتفقت انت وياه واعطاك 4000 اليوم. انا شو اللي بيهمني بكل الموضوع البالانس شيت؟ انه في معي 4000 كاش اليوم. يعني انا حسبت مع الاسيتس انه هذول عشان هيك انا لما حكيت انه غير حقيقي الموضوع بيكون، انه لما اطلع عليه لحاله مش غير هو حقيقي انه معي 4000، بس غير منطقي اني اعتمد ما بعرف ال 4000 هذول لايش. زي لما انا دفعت 1800 سبلايز، مظبوط؟ هلا ال 1800 سبلايز اذا بدي اعتمد معناته ال 1800 سبلايز هل انا استخدمتهم كلهم اليوم هذول، ولا ال 1800 دفعتهم اليوم هذول ال 1800 سبلايز للشهر الجاي؟ اذا كنت اشتريت ورق للطابعات فيه مستحيل اكون خلصته بنفس اليوم. تمام؟ تمام دكتور. مهم هاي قيمة الاسيتس اللي موجودة عندي بالشركة بهذا اليوم 23200. هلا دكتور هلا الاكونت ريسيفبل بتكون كاش اور نوت؟ هون مش محدد لي، هون محدد لي لا لا لا، هاي الاكونت ريسيفبل هاي الكاش، كاش ان، سواء كاش ان سواء كان كاش او كان تشيك سيم ثينج. لما بتطلع عليه بالريسيفبل يعني احنا بالتشيك بنطلع عليه بالبزنس بنطلع على الكاش از ماني. واي؟ لانه التشيك اذا كان معي تشيك انا بقدر اوقع دائما، مش بنقدر نوقع على التشيك ونعطيه لحدا از كاش؟ يس. تمام، فما بفرق معنا بالبزنس كثير. يعني احنا بنتوقع دائما، عشان هيك حكينا بالفاينانشال مانجمنت مهم جدا لك المعلومات الماليه. يعني تصور انت على الطرف المقابل لما تعطي حدا تشيك ما تتوقع انه هذا التشيك انه هذا الشخص بده يومين او ثلاث عشان يصرف التشيك، ممكن التشيك انت تعطيه بعد ساعه، يجي حدا عنده دفعه يدفع بهذا التشيك. تمام؟ تمام، بس انه شو الفرق بين، معناها ما في فرق بينه وبين الكاش، the same. هلا هون عندنا بالتحديد هون الكاش والاكونت ريسيفبل. الكاش اللي هو كميه الكاش الموجوده معنا فعليا داخل الشركه، يعني قديش موجود عندنا كاش في مقاصد الشركه. يعني بلشنا اليوم قديش معنا كاش؟ مش عندنا بيكون دائما حدا فيكم بتطلع على المحاسبين او بيشتغل بين المحاسبين، دائما عند الناس اللي بيشتغلوا بالمحاسبه دائما بيكون عنده صندوق صغير في شيء اسمه بيتي كاش، وفي كاش يومي بيكون عنده داخل الدائره بالخزنه تبعتها. في كاش بيكون عندهم كاش فعلي داخل الشركه ممكن يدفعوا فيه. فبهذا اليوم كان عندهم 1400، سواء كانوا ال 1400 سواء كانوا كاش عادي او حتى تشيكات من يوم سابق. ال 4000 الفرق بينهم وبين الكاش هذول كانوا موجودين، هذول احنا استقبلناهم من الزباين بهذا اليوم، ما كانوا موجودين بصندوق. تمام. شكله ولا حدا فيكم بيشتغل محاسب صح؟ ما حدا ظاهر. لا ظاهر انه لا لا دكتور، لا دائما بيطلع لنا حدا من الشباب عندنا، بيطلع لنا محاسب يعني بالعاده دائما بيطلع لنا حدا بيشتغل بالمحاسبه يعني. تمام. هلا نيجي على الجزء الاخر من المعادله. حكينا انه الاسيتس ايكوال لايبيليتيز اند ستوك هولدر ايكويتي. هلا لاحظ اللايبيليتيز اللي عباره، لاحظ هي كمان مره عشان تشوف الفرق بين النوت بيبل واكاونت بيبل. شو الفرق بين النوت بيبل والاكاونت بيبل؟ النوت بيبل اللي هي الاشياء اللي احنا بندفعها بايش؟ اختار بكاش نوتس. الاكاونت بيبل اللي هي عباره عن ايش؟ الاشياء اللي ممكن احنا ندفعها بتشكات. يعني عندي احتمالين للنوت بيبل للبيبل لما يكون شيء انا بدي ادفعه من داخل الشركه، يعني بمعنى انه كاش اوت ممكن ادفع بكاش عن طريق نوتس، وممكن ادفع بالاكونت بيبل اللي هي عباره عن ايش؟ عباره عن تشيكات انا ممكن اكون كاتبها على نفسي بهذا اليوم. لاحظ انه مجموع الطرفين باللايبيليتيز اللي عباره عن ديون 7000 لازم يطلعوا مني بهذا اليوم. هلا
زائد الستوك هولدر ايكويتي اللي هي الكومن ستوك اللي هي قيمه راس المال اللي موجود بالشركه. هذا راس المال ثابت، مش بيكون ثابت انه الستوك الكومن ستوك بالشركه ثابت. هذا بهي الشركه مثلا معطينا انه قيمه الستوك الكومن ستوك 10000. ال 6200 هذول الريتين ايرنينج اللي هم عباره عن الارباح اللي احنا محتجزينها من ارباح المساهمين. من وين جبنا ال 6200 هذول؟ لاحظ فروم ريتيند ايرنينج ستيتمنت، هي الستيتمنت اللي حسبناها وين؟ قبل انه بلشنا بالبونس. هي ريتيند ايرنينج ستيتمنت اللي حسبناها للشركه فور ذا يير اند ديسمبر. في يوم ديسمبر 31 صفى عندهم ريتيند ايرنينج 6200. لذلك بهذا اليوم لما نيجي نعمل البالانس شيت لازم نضيف الريتيند ايرنينج عليهم. لاحظ مجموعهم طلع مع بعض 16200 زائد ال 7000 طلع عندي 23200. يعني معناته صار عندي الرقم ايكواليتي بهذا الرقم وهذا الرقم، ايكوال اسيتس ايكوال لايبيليتيز بلس ستوك هولدر ايكويتي. اني كويستشن على البالانس شيت؟ شكرا دكتور. هتضل عنده اي استفسار على البالانس شيت؟ طبعا راح نحل عليها مثال محلول موجود على السلايدز، بجوز ما نلحق نحل اليوم. راح اطلب منكم انتم تحلوه. طبعا محلول هو المثال الموجود على السلايدز، بجوز اذا حدا فيكم فتح السلايد بشوفها انيميشن، يعني السلايد كل مره بتعمل كليك بيطلع لك الرقم اللي انت لازم تعبيه. فحاول تحل لوحدك اول شيء عشان تتاكد انه انت بتعرف تعملها، يعني بتعرف ماثيماتيكلي تعمل تحضر انكم شيت وبالانس شيت وريتيند ايرنينج ستيتمنت. هذا المطلوب بهذا المثال اللي موجود عندي. دكتور هاي السلايدز اللي انت فاتحها الباوربوينت لاي ويك مش تلاقيها؟ هاي يا سيدي العزيز راح تكون لويك 2 و 3 و 4، احنا بنشرح بثري تشابترز مع بعض. بس مش موجوده على ال ام اس؟ لا موجود. موجود ايش اسمها؟ اناليسيس. موجود فاينانشال ستيتمنت. اوكي شكرا. مكتوب عليها لا ويك 1 ولا ويك 2 ولا 3، مكتوب عليها فاينانشال ستيتمنت اناليسيس، اي ثينك هيك اسمها. اوكي. يعني احنا عمالنا اليوم بنشرح بثري تشابترز، بس نخلص هذول الثري تشابترز بضل عندنا 1 تشابتر بالماده. تكونوا اسرع ماده خلصتوها بالتاريخ. دكتور نحن نرجع لهدول السلايدز ولا لل يس. لا ارجعوا لهدول السلايدز بلس ارجعوا لاي كتاب محاسبه موجود، اي شيء درسته فيه محاسبه فيه انكم ستيتمنت بالانس شيت كله زي بعضه، ما بيفرق معنا شيء. هاي انتم حرين وين تدرسوا وين تدرسوها يعني. اخر ستيتمنت عندنا ايش؟ عندنا الستيتمنت اوف كاش فلوز. تمام؟ راح اوقف عند الستيتمنت اوف كاش فلوز، خليها للمره القادمه. لكن هلا بالاثناء في عندكم انتم مثال على السلايدز. هي هذا المثال موجود عندكم دوت بروبلم. في عندك جدول مطلوب منك بهذا الجدول، معطيك كل المعلومات اللي حضرتك بتحتاجها. مطلوب منك تحضر انكم ستيتمنت، ريتيند ايرنينج، ريتيند ايرنينجز ستيتمنت وبالانس شيت. فحاولوا تتدربوا عليه لوحدكم، حاول تحلوا لوحدك قبل ما تطلع على الاجابه. الاجابه موجوده طبعا بالسلايدز، هذا اللي انا حكيته طبعا موجود ستيب باي ستيب وبالالوان كيف توصل للنتيجه الصح. تمام؟ لكن حاولوا تحلوه لوحدكم. Any questions على اللي شرحناه اليوم؟ Good enough دكتور، لا شكرا. طيب هلا هاي الاسايمنت اللي عندكم للاسبوع القادم، تتفرجوا لي على هذا المثال تحلوه، تحاول حل امثله اخرى على النت، يعني مليان. اذا فتحت على جوجل راح تلاقيه مليان
امثله محلوله وامثله غير محلوله على الانكم ستيتمنت والبالانس شيت والكاش فلو، حاول تتدرب عليهم. صحيح ان الماده مش محاسبه، لكن اتس وورث انك تتدرب عليهم وتتقنهم. هذا اول شيء. ثاني شيء، المره الجاي راح نكمل الكاش فلو وراح نستعرض المثال مع بعض، والمره القادمه اللي هي محاضره السبت، رايت؟ في محاضرة السبت القادم إن شاء الله كمان بنناقش الـ TMA، لأنه هذا يعني المثال مع الكاش فلو ستيتمنت ما راح ياخذ معنا أكثر من نص ساعة، فراح يضل بعدها معنا مناقشة الـ TMA. فالكل يكون جاي وقارئ الـ TMA، عارف as a teams، صرتوا مجتمعين على الأقل مقررين إيش البزنس اللي أنتم بتشتغلوا عليه، حتى نقدر نتناقش فيه بشكل منطقي، يعني على الأقل إيش المطلوب مننا نعمله. هذا ما لدينا اليوم. يعطيك العافية دكتور، شكرا. يعطيك العافية. شكرا. يعطيك العافية دكتور.